السلام عليكم ورحمة الله. كيف تشوف الأمور يعني عادية بالنسبة لنادي اتحاد طنجة؟ كيف تشوف الخلف ديالي المدرب عامل اجتماع مع اللاعبين طبقا للتعليمات اللي اقترحتها الجامعة الملكية المغربية للألعاب قوى؟ وكيف تشوف احنا خدامين في الهواء الطلق، كيف تشوف هناك طبقا للتعليمات ديال الجامعة؟ تشوف الطبيب هو الخلف ديالي وواحد المعالجين طبيعيين حتى هو معايا بطريقة عادية. وبالنسبة للإصابات اللي عندنا ديال الفيروس كورونا، فواحد اللاعب اللي هو من الشباب اللي طلع للفئة الكبار مصاب يعني، وهو واحد جوج ديال الإخوان اللي هما حاملي ديال الابتلاء، لكن يعني ما كانش عليهم شي واضح عليهم شي علامات يعني. يقولوا له الغابه ديال الميريكان تيتماتلوا الشفاء، واحد منهم راه الان خرج لنا عاودوا له التحليله خرجت سلبيه الحمد لله، والامور ماشيه بطريق صحيح. وتنذكرك اخي الاخ ديالي رشيد كوجاني بان بعض المنابر الاعلاميه الله حتى هما يعني الله ينفعنا ببركتهم يعني تيغلطوا الراي العام، لان واحد الراديو ذكر بان المعالج الطبيعي ديال اتحاد طنجه فيه كورونا، وهذا يعني هذا كلام خاطئ وما عنده حتى شي صحه. ونتمنى يعني من بعد الصحفيين ومن بعد بحال هذاك الراديو يعني ما يبقاش يغلط الناس، يقول كلام صحيح ويتاكد من الخبر باش يعطي الخبر يعني اللي هو صحيح، لان هذا خلع الناس ديالنا والعائله ديالنا، وحنا حشمنا نتابعوهم يعني نتابعوهم بهذا الكلام اللي قالوا. لكن انت تشوف اخي رشيد، انسان خصو انت اعلامي لازم تاكد من الخبر عاد باش تقولوا للناس. وفي الاخير تنتمنوا الشفاء لجميع المغاربه من هذه الجائحه هذه، كما اني تنتمنى صحة جيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والجميع المغاربة، وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله.